في تطوير بقى منظومة النظافة الطلب بتاعنا بناء على تعليمات السيد اللواء وزير التنمية المحلية، و ما هي برضه فيها تحتاج تكلفة مالية برضه، يعني هتكلفنا حوالي 100,000 جنيه في الشهر. طب هو في بيجي دعم إن شاء الله في الحاجات دعم دي؟ بيجي من المحافظة لتطوير، يعني هي خطة التطوير إن الجامع من منبع. أنا يعتبر شغالين كده بالجامع اللي أنا بالنقاط التوزيع، بس إحنا مش هنعمل بقى تخش الشارع تدخل الشارع تاخد القمامة من المنبع نفسه. هي مكلفة بس ربنا يسهل برضه بإذن الله، يمكن ممكن يجي لنا اعتماد مالي لرفع المقلب، مقلب القمامة ونقله من مكانه للمدفن الصحي بطريقة آمنة وصحية. يعني هو يمثل قلق في تلق قلق في مركز تلق مقلب القمامة. فعلا ارتفاعه حوالي 30 متر ارتفاع، فبساعد حوالي فين. والله اخبار التوك توك احنا بنعمل دلوقتي بنجيب موافقات من المرور، اهم حاجه ان في ناس عرضت مبادره سيارات السوزوكي اللي تعمل سيرفيس في تالت. قسمنا تالت على 4 مربعات، ممكن نشغل عربيتين في كل مربع من سيرفيس، مثلا خط من المستشفى للمحكمه، وخط من البر الشرقي للمستشفى ومجمع المواعي والمواقف، وخط من شارع الحرية من عند الشغل، وخط من ميدان عصمت للمستشفى برضه. بس دي احنا مستنيين موافقات المرور لترخيص السيارات اللي هي السوزوكي، ولازم يبقى عليها نمر أجرة، فأنا مطلعها خط سلسل فريز، ودي هتحد كتير من التوك توك واستغلال سواقين التوك توك. طب بالنسبة للمدارس وكده ما فيش أي خطة تطوير ليها؟ لا، في عندنا الصندوق الاجتماعي هيطور 4 مدارس، والمستشفى هيطور برضه الدعم التعاون الدولي. وعندنا 22 شارع تلت في مدينة تلت، يعني عمل فيهم بلدرات وانترلوك برضه خط الصندوق الاجتماعي وبالتعاون الدولي. طيب ال4 مدارس دول مش معروفين؟ لا لسه ما تحددوش، لان دي بتبقى سنه كامله، فلما بتنزل اللجنه وبنجيب هيئه الابناء تقول المدرسه دي هي اللي محتاجه. وبعدين المدارس تلت مش يعني على قدر المستطاع المحترم، يعني صيانتها هتبقى خفيفه. فانا هنقي 4 مدارس في مدينه تلت يكونوا عايزين صيانه فعليه. طب وماذا عن مستشفى تلت المركزي بعد تعدد الشكاوي والمرور؟ والله اللي بيبقى داخل مع مريض بيبقى اللي يهمه المريض، ما عندوش بقى فكره ان ممكن الطبيب يكون شغال مع حاله تانية او الكلام من ده كله. بعدين مركز تلت كبير ومستشفى برضه كبيره، بس يعني هي بقى يعني بيحصل فيه برضه غلطات كده وربنا يكرمه. طب دور حضرتك بقى كالمسؤول الاول في مركز تلت؟ والله انا بنتابع المستشفى يوميا صباحا ومساء، ولازم وعندنا مكتب متابعه شؤون المرضى، يعني لازم نروح المستشفى يوميا. مكتب المتابعه بالرئيس المدينه في متابعه شؤون المرضى، بيروح لازم يدخل المستشفى ويشوف الحاله ماشيه ازاي والعنايه بالمريض ازاي ونظافة المستشفى ازاي، ولا شك ان في غلطات، في غلطات في المستشفى اكيد. وماذا عن الاسواق ومستودعات الغاز والسكر؟ بيتم مراقبة الأسعار عامة طبقا لقرار محافظة 415 بمعرفة رئيس المدينة ومدير الإدارة التموينية ومدير التفتيش المالي الإداري ومدير المتابعة والسادة نواب مجلس المدينة. ودي احنا عاملين السنة اللي فاتت الأسبوع اللي فات حوالي 25 محضر عدم إعلان أسعار، بس وعدم اعلان اسعار يبقى هروب من الاسعار الحقيقيه. طب والسلع التموينيه؟ موجوده السلع التموينيه متوفره، وعندنا 3 مجمعات استهلاكيه تبع الشركه العامه للجمله في مدينه تلا، وفيها كل حاجه، فيها زيت وسكر ورز وملح ولحوم واسماك. طيب بس واحد، هل في قرى يعني تحمل لها حضرتك البشرى النهارده كده بخصوص خدمه الغاز الطبيعي في 18 اللي احنا فيها؟ 18 زاوية بينا. قرية زاوية بينا؟ بداية الشغل تقريبا في الزاوية. لا، بداية الشغل بعد انتهاء الرسومات، واحنا هم بعتوا لنا وقالوا ان احنا الغاز هيشتغل خلال الشهر ده او الشهر الجاي. بس هم بالتقسيمات بقى والرسومات دي حاجة بمعرفة الغاز، واحنا مشتغلين. انما هيبقى غالبا في شغل فعلا في شغل في الزاوية 18 اكيد 18، انما طوف وكفر طبلوها دي لسه 19 20. وماذا عن رصف الجزء المشروخ بالزاوية؟ المقاول شغال هناك من زاوية بيمن طريق
المشروع ده كان طريق مبهدل جدا، انت اقدر الناس بيه. هو تم الترقيع للسن دلوقتي ربع ينهار السن وتيجي الخلطة، انما الجزء اللي امتلت زود بما اجل لخطة توزيع الكهرباء اللي هتبدأ في العام المالي 18-19، خطة تطوير المغذيات اللي هتبدأ من محطة المحاولات بتاعها حتى زود حتى قرية زود بما حتى نهاية قرية زود بما. كيف يحلم الاستاذ وحيد صلاح برب المركز ده؟ احلم ان انا اكون احسن اخد افضل مركز على مستوى الجمهوريه. كلمه لاهالي مركز ثاني. لاهالي مركز ثاني كلهم محترمين، بس انا بطلب منهم برضه التعاون يعني. طبعا المواطن عايز حاجته كلها، واحنا مستعدين نعمل له بننفذ له طلباته كلها على اكمل وجه. بس اقول له التمس لاخوك العذر. 70 عذر. 70 عذر، فان لم تكن له عذرا فلم تجد لها عذرا فانت عذر. يعني عندنا مشاكل في الاداره الهندسيه، عندنا مشاكل في المصانع الحكوميه في تنا، بنحاول ان احنا نحل على قدر المستطاع، والحمد لله نجحنا ان احنا يعني شكاوى مركز تنا ما بقتش تخرج من مركز تنا. لان الاول كان بيجي لنا من المحافظه مثلا 50 شكوى في الشهر، دلوقتي ما فيش. الحمد لله حتى فريق العمل شغال من رؤساء وحدات او نواب او سكرتير عام المركز ده، كله شغال على حل المشاكل. وده اقربها النهارده مشكله المايه في تنا وقريه البندريه، وخدنا واحده من الرايد فتح المايه من صباح باكر. نموذج عن الاستاذ وحيد، الى اي مدى نستطيع القول اننا يعني استطعنا الحد من التعدي على الارض الزراعيه؟ احنا وصلنا لعدم التعدي على الارض الزراعيه بعد يعني احنا من شهر 11 حتى الان خلصنا تعدى على الارض الزراعيه حوالي 4000 حاله بمساحات اكتر من يعني تقريبا عشان برضه مش فاكر الرقم حوالي 40 فدان. لان احنا خدنا من شهر 11 ان احنا الحاله الجديده، وكنا مديريه الامن تنظم لنا حملات اسبوعيه للقضاء على الارض الزراعيه، وده باين وموجود لحد دلوقتي مهدوده، ما حدش قدر. وبعدين القانون الجديد ساعدنا، القانون الجديد وزياده الغرامه والحكم بالحبس بقى مؤكد، ده ساعدنا في تعدل من دلوقتي. توفيق يا سيدي.